في هذه اللحظات الحفل الكريم تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي لفئة القعدان للإخوة السودانيين من مسافة 1500 متر في سباق الأصايل الأسبوعي لفئة المفاريد. شكر موصول لشركة الكوكب للأعلاف لدعمها لسباق هذا اليوم. في هذه اللحظة اللي في أول المراكز هذا الفارس للسيد الحاج العوض حماتي أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذا شاهين للسيد الصادق عبد الله أبو يوسف، في ثاني المراكز ثالث المراكز هذا شاهين للسيد عبد العظيم أحمد كلول في هذه اللحظات، في ثالث المراكز رابع المراكز اللي واصل هذا مغامر للسيد مجاهد السويلم في هذه اللحظات مع مغامر في هذه اللحظات الحفل الكريم، في ثالث المراكز خامس المراكز هذا اللي واصل الرعد او هذا رعد للسيد صالح صديق الجعلي مع رعد في هذه اللحظات في خامس المراكز، ولكن شاهين للسيد الصادق عبد الله ابو يوسف في اول المراكز الحفل الكريم، طار شاهين من ناموس والمركز الاول هذا هو شاهين للسيد الصادق عبد الله ابو يوسف، اما اللي في ثاني المراكز هذا هو مغامر للسيد مجاهد السويلم اللحم مع مغامر في هذه اللحظات الحفل الكريم، مجاهد سويلم مع مغامر في ثاني المراكز، ثالث المراكز الحفل الكريم شاهين للسيد عبد العظيم احمد كلول، ولكن اللي في اول المراكز والسيطره سيطره تامه شاهين للسيد الصادق عبد الله ابو يوسف كما تشاهدون على شاشه التلفزيون، وهذه الانفراده مع شاهين اي الحفل الكريم للسيد الصادق عبد الله ابو يوسف، هذا شاهين اي الحفل الكريم وارى علامه الجوده على راس شاهين، هذه ماده الزعفران هذه معناها الفوز في سباق سابق، هذا هو شاهين أي الحفل الكريم للسيد الصادق عبد الله ابو يوسف، نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز شاهين بالمركز الاول تهانينا والناموس، اما اللي في ثاني المراكز أي الحفل الكريم موصله هذا مغامر للسيد مجاهد سويلي مو في ثالث المراكز وصل عاجبني للسيد ودكورينا المغربي في هذه اللحظات في ثالث المراكز، توقيت الزمن لهذا الشوط دقيقتين 3 ثواني و11 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.